مساء الخير جميعا. اسمحوا لي في البداية أن أبلغكم سلام تحيات الرفيق أبو نواف الذي كان حقيقة بوده أن يكون موجود لأن ظرف خاص لم به وحال دون مشاركته. كما أبلغكم تحيات رفاقكم في المكتب السياسي واللجنة المركزية وكل أعضاء المنبر الديمقراطي. الرفيق فؤاد سيادي أمين عام جمعية وعد، الرفيقات والرفاق حضور الكرام، تحية رفاقية لكم جميعا. ليس غريبا أن نتحلق جميعا اليوم حول جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، وفي هذه الوقفة التضامنية ضد محاولات استهداف وجودها في ساحة العمل الوطني وشلها أو إيقافها عن العمل والعطاء. هذه الجمعية التي كنا ولا زلنا ننظر لها كقوة لنا في التقدم بقدر ما كانت تنظر للتقدم كقوة لها، والاثنتان تشكلان قوة للبقية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والسياسية والمدنية التي تشكل الحراك الوطني في البلاد. هذه الوقفة التضامنية من منبر التقدمي ومنكم جميعا ومن القوى الوطنية الأخرى داخل وخارج البحرين التي تجلت مواقفها التضامنية مع وعد، وهي وقفة لا بد منها. ونحن عندما نتضامن مع وعد فإننا نتضامن مع قوى وطنية ديمقراطية عريقة، نتضامن مع من كانوا ولا زالوا يشكلون مدماكا من مناميك العمل الوطني بجانب التقدم والتجمع القومي وقوى أخرى. نتضامن ضد من استهدفوا ولا زالوا في الطعن وفي الصميم المشروع الإصلاحي الذي كانت وعد ومع التقدم وبقية القوى والجمعيات السياسية إحدى ثماره. ونحن نتضامن مع وعد ندعو لأصحاب المسؤولية أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وبصورة مستمرة وفعالة وإيجابية للحيلولة دون تغييب وعد عن المشهد المحلي أو غيرها من الجمعيات أو إضعافها وتهميشها، فذلك وجه من الوجوه المعرقلة لمسيرة الإصلاح من جانب أولئك الذين لا يدركون مغبة التضييق على عمل جمعياتنا السياسية أو تصفيتها، وهي التي واجهت ولا زالت تقف ضد من أرادوا الدفع ببلادنا وشعبنا نحو منزلقات طائفية ومذهبية ومصلحية وانتهازية ووصولية، وإرباك بل وعرقلة مسيرة العمل الوطني الهادف إلى الإصلاح والتغيير وبلوغ الديمقراطية الحقة. الحضور الكرام، يفترض أننا في غني عن هذا الكلام، يفترض أننا تجاوزناه لأنه يعيدنا إلى الوراء، ولا مصلحة وطنية في ذلك، فقط إلا مصلحة من باتوا معروفين وهم أعداء المشروع الإصلاحي والذين لا يرجون للبحرين أن يطمئن ليومه كما لغده ولا يعيش أجواء أمن وحرية وسلام، بل يراد له أن يعيش أجواء من التهزيم والاحتقان وكل أشكال المنغصات والانحراف بنا نحو مزيد من التشتير الطائفي والديماغوجية إلى الدرجة التي بات من الصعب الحكم على صوابية الكثير من الأمور. ومنها السبب الذي من أجله هذه الوقفة التضامنية، كل ما نطالب به في هذه الوقفة ألا يكون خيار حل وعد قد حسن بشكل أو بآخر، ونرجو صادقين أن لا يصب هذا الكلام في خانة التمنيات المجردة. ومن المهم بل بالغ الأهمية التأكيد على ضرورة انقشاع الغيوم التي تحجب الأفق فيما يتعلق بوضع وعد. من حقنا أن ندعو إلى ذلك وأن نوفر أقصى ما يمكن من فرص الاستمرارية والعمل والنجاح لمسيرة وعد والعمل الوطني بوجه عام. وإذا كنا نعلم أن هناك من لا يستهويهم وجود وعد، فإنه ليس أمامنا إلا التعويل على عدالة القضاء من أجل أن تظل وعد في الساحة تقوم بواجبها الوطني، والتوقف عن خطابات الشحن والتأجيج والتشويه والتحريضات المغرضة على وعد وبقية الجمعيات الوطنية الديمقراطية التي ستظل جزء من الحراك الوطني الصرف المجرد من الأهواء والمؤمنة بالحوار والحريات العامة والديمقراطية. إننا في المنبر التقدمي شاطرنا وعد ولا زلنا نشاطره العمل الوطني النابع من المصلحة العليا للوطن والشعب، وفي إطار ما يجمعنا التيار الديمقراطي العابر للطوائف سنظل مناهضين في هذا السياق للعصبيات والأهواء الطائفية وكل تطرف وكل من أراد لشعبنا الانشطار، وتصدينا كل منحى ومسعى في سبيل خلق أجواء مشحونة بالتوترات، أجواء تحريضية متشنجة من لديهم مآرب مشبوهة. في الختام أكرر تضامن المنبر الديمقراطي مع وعد، وبهذه الأمنية بل وبهذا المطلب الشعبي انتظر وعد. أختتم هذه الكلمة، شكرا لكم.